البارحة نزلت لكم الفيديو مال هاي المحاضرة. احنا قلنا هذا الموضوع هو استمرارية لموضوع الاكسيالي لودد ممبرز، والفارق الوحيد بانه هنا راح يجيني مصدر للسترين من الحرارة. وحكينا ايضا قلنا احنا حسب معلوماتنا اللي نعرفها ارتفاع الحرارة يخلي المادة تتمدد تطول. احنا جاي نحكي عن one dimension، فعلاقتنا مع الطول، زيادة الحرارة راح تخلي المادة تطول، نقصان الحرارة تخلي المادة تكسر. مو تمام؟ سعيد صالح شي يقول؟ مو يقول المعادن تتبربر بالبرورة وتنكمش بالحرارة؟ نعم دكتور. فهسه احنا هم نفس الشيء، بس احنا ما نقول تتبربر بالبرورة وتنكمش بالحرارة، نقول تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. طيب حكينا ايضا قلنا التمدد اللي يصير نتيجة الحرارة إذا ماكو عائق منعه من التمدد أو التقلص ما راح يسبب إجهادات، لكن إذا منع هذا السترين من الحصول فراح يصير بمكانه إجهاد. وفسرنا الموضوع بشكل قلنا إذا عندي هذا هو الإلمنت، فالإلمنت إذا انخفضت الحرارة مالته راح المفروض يتقلص هاي المسافة. فإذا منعته من التقلص يعني شنو معناه؟ معناه سويت العملية مرتين، المرة الأولى خليته يتقلص والمرة الثانية خليت الحائط يسحبه بقوة حتى يرجعه لمكانه. هاي القوة اللي سحب بها الحائط البار حتى يرجع المكانه هي اللي راح تولد السترس. وشفنا من خلال هاي المعادلة انه حتى يصير عندي توازن لازم يكون، او هنا كومباتيبلتي بالحقيقة مو توازن، لازم يكون عندي الدلتا تساوي صفر. إذا الدلتا اللي تصير من الحرارة لازم تساويها وتعاكسها بالاتجاه دلتا اللي تصير بسبب القوة. وأخذنا مثالين حليناهم، هذا المثال كان عن سكة مال القطار وتطبيق مباشر للقوانين، وبعدين أخذنا هذا المثال اللي هو statically indeterminate وحليناه. اليوم نكمل على نفس الموضوع وراح ناخذ أمثلة أكثر شوية تطور حتى نشوف شلون نتعامل ويا الأمور. عندنا هذا البار المركب. كلمة مركب معناها أما يتكون من عدة مواد أو ممكن يكون من مادة واحدة ولكن بمقاطع مختلفة. فعندنا هذا البار بالحقيقة هو من مادة واحدة اللي هي مادة البلاستيك ولكن بمقطعين مختلفات. المقطع الأول أو هن المقطعين اثنين هن سوليد، دائري سوليد، قطر الأول 50 مليم وقطر الثاني 75 مليم. طول القطعة الأولى 225 مليم وطول القطعة الثانية 300 مليم. هذا البار محصور كليا بين جدارين ريجيد وول بأي وبي. ريجيد وول يعني هذا الوول ما يتحرك، ريجيد بيم البيم يتحرك بس ما ينعوج، لكن ريجيد وول هو جدار، وجدار وريجيد الجدار ما يتحرك اساسا وريجيد ما ينعوج، فمعناه المسند بأي ثابت ما يتحرك، المسند بي ثابت ما يتحرك.
معامل يونغ مالت المادة 6 جيجا باسكال. لاحظوا مقدار المعامل يونغ الـ E 6 جيجا باسكال. الستة كلش قليلة، بس لأنه المادة ضعيفة، مادة بلاستيك، فالستة من نجي نقارنها مع الحديد مثلا 200 جيجا باسكال، قارنها بالكونكريت 105 جيجا باسكال، بالألمنيوم 70 جيجا باسكال، هذا ستة فقط. بالمقابل نشوف معامل التمدد مالته 100 في 10 أس سالب 6 على الدرجة المئوية، بينما عندنا الحديد 12 في 10 أس سالب 6، الألمنيوم 24 في 10 أس سالب 6، هذا 100. يعني معناه هذا من ترتفع الحرارة مالته يزداد بالطول كل شوية. طيب هذا البار بجزئية الخمسين والخمسة وسبعين القطر مالتهم، يعني كسيستم كامل، تعرض إلى إنكريز بالحرارة. إنكريز يعني زيادة، ومثل ما قلنا قبل شوية زيادة الحرارة معناها تسبب لي زيادة بالطول، ومثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة في حالة منع الحركة زيادة الحرارة راح تسوي إجهادات كومبريشن بالممبر، نقصان الحرارة راح تسوي إجهادات تينشن بالممبر. ليش؟ لأن ارتفاع الحرارة تخلي الممبر يطول، حتى أرجع إلى طول الاعتيادي طول الأصلي معناه لازم أكبسه، لازم أسلط عليه كومبريشن. في حين انخفاض الحرارة راح تخلي الممبر يكسر، حتى أرجع إلى طوله الأصلي معناه لازم أسحبه، أسحبه يعني أولد عليه tension force. زين، بعد هذا الحكي كله عن السؤال، السؤال يقول هنا أحسب الكومبرسيف فورس، جاي يأكد أنه القوة اللي راح تصير هي compression. أحسب الكومبرسيف فورس اللي تصير بالبار. رجاء انتبهوا إلى هاي النقطة، من قال الكومبرسيف فورس حكي عن قوة وحدة، حكي عن قوة وحدة. ليش؟ لأنه هذا الممبر المركب كله من يطول ايش راح اسوي؟ راح اخليه ببريس. البريس هي فكين راح يضغطون بنفس القوة حتى المحصلة تساوي صفر. الفك الأيمن يدفع بقوة نحو اليسار، الفك الأيسر يدفع بقوة نحو اليمين، محصلة القوة تساوي صفر. بالتالي القوة راح تمر نفسها خلال الجسم من طرف إلى طرف ثاني، يعني القوة ما تتغير هنا طالما هي فقط لمعالجة التمدد بسبب الحرارة. إذا أكو عندي قوة أصلية موجودة هذا إلى وضع ثاني، القوة الأصلية راح تأثر على قوة البريس، بس البريس القوة مالته ثابتة من بداية الجسم إلى نهاية الجسم. زين، بعدين يقول بالفرع بي احسب الماكسيمم كومبرسيف ستريس. الماكسيمم كومبرسيف ستريس، الستريس هو قوة على مساحة، بما انه القوة نفسها راح تمر بالقطعتين، اذا من اقسم هاي القوة على المساحة راح يطلع الستريس، فالجزء اللي مساحته اصغر راح ينطيني ستريس اكبر. زين، ثلاثة او سي displacement بالنقطة سي، هنا سي راح تتحرك بسبب الحرارة الى جهة اليمين،
وراح تتحرك بسبب القوة إلى جهة اليسار. فارق المسافة ما بين حركتها بسبب الحرارة وحركتها بسبب القوة هو اللي أريد أحسبه. طيب أبدي بالحل. الجزء الأول من الحل اللي هو يقول أحسب الكومبرسيف فورس. أنا الكومبرسيف فورس منين أجيبها؟ أجيبها من القوة اللي راح أحتاجها لإرجاع البار إلى طوله الأصلي، بمعنى القوة اللي راح ترجع لي دلتا اللي صارت بسبب الحرارة. زين، هي دلتا اللي صارت بسبب الحرارة شقد؟ خلي أحسبها وأشوفها. دلتا ثيرمال، القانون مال دلتا ثيرمال ألفا ال دلتا تي. المادة هي وحدة، الألفا مالتها ما تتغير، والدلتا تي ثابت لكل المنظومة 30 درجة. بقى الـ L، إذا أخذت كل جزء بوحده أو أخذتهم كلهم سوا ما راح يفرق شيء، لأنه لا داخل عندي المساحة ولا داخل عندي أي شيء ثاني بالقانون. إذا أطبق هاي، الألفا هي 100 في 10 أس سالب 6، في L 225 زائد 300 في دلتا تي 30. هذا راح يطلع. بالمناسبة أنا أفضل تكون حاسباتكم وياكم ومن نشتغل أنتوا هم تشتغلون حتى تتعودون على استخدام الحاسبة، لأن ترى هواية يضيع وقت بالحاسبة. يطلع 1.5 شقد؟ 575. 1.575 مضبوط. يعني معناه لو الجدار بالجهة بي كان ما موجود وهذا البار تعرض إلى هالحرارة، فراح يصير بي دلتا مقدارها 1.575 مليمتر. زين، احنا نعرف انه الحائط بالنقطة بي موجود، اذا ايش راح يسوي الحائط؟ راح يسلط كومبريشن فورس حتى يرجع هاي المسافة. بنيجي الى الدلتا من الفورس، هذا القانون اللي عندنا. زين، نيجي نطبق. الدلتا هي نفس هاي الدلتا اللي صارت نتيجة الحرارة، أنا أريد أتخلص منها. 1.575 عدد القطع اللي عندي 2. البي سبق وأن قلنا البي ما تتغير، إذن بدل ما أقول بي آي راح أقول بي وراح أطلعها برا بالسميشن. الإي أيضا هو نفس المادة، فالواحد والاثنين الإي مالته نفس الإي،
إذن أخليها هنا 6 جيجا، أحولها إلى ميجا، راح يصير 6000. شو راح يبقى عندي؟ Li على Ai. ال L الأولى 225 مليمتر، الأريا الأولى باي على 4×50 تربيع زائد ال L الثانية 300، الأريا الثانية باي على 4×75 تربيع. هذا الناتج راح يطلع بي تساوي 5.17 N. لأنه هاي المعادلة بيها مجهول واحد هو فقط البي، أحلها يطلع البي. هسه هاي البي هي نفسها تمر خلال الجسم كله. إذن السيجما ماكس راح يساوي هاي البي مقسومة على مساحة الجزء الضعيف اللي هو باي على 4×50 تربيع. بس أريد أنبهكم على شغلة صايرة مع عدد قليل من الطلاب، مو هواية من الطلاب، بس صايرة هي بالسنوات السابقة. الطالب مرات يجي يباوع على هذا الشكل، فالمساحة اللي يريد يقسم عليها ياخذ هاي المساحة. ما جاي تتلون عندي هنا، أنا ما أعرف ليش القلم ما يكتب على الجزء الأعلى. ياخذ هاي المساحة، هذا الوجه. لا، هو مو هاي المساحة اللي احنا نتعامل وياها، احنا نتعامل مع الكروس سكشن، يعني هذا من نقصه شنو المساحة اللي تطلع، هي هاي اللي راح تأثر عليها القوة. لأن القوة احنا جاي نحكي عن اكسيالي لودد، القوة بالاتجاه الطولي. هذا نورمال ستريس، النورمال ستريس معناه المساحة لازم تكون عمودية عليه. إذا ناخذ هاي المساحة صار شير ستريس مو نورمال ستريس، فلازم ناخذ مساحة المقطع. هسه من نقسم هاي القوة على هاي المساحة راح يطلع عندي السيجما ماكس يساوي 26.4 ميجا باسكال. احنا سبق وان حكينا بالمحاضرات السابقة إن الستريس هو كمية متجهة، ما يصير أكتب رقم ووحدات وأعوفه، فلازم أكتب عليه كومبريشن. إذن هسه أنا حليت الفرع الأول والفرع الثاني من السؤال. شنو بقى عندي؟ بقى عندي الفرع الثالث اللي هو النقطة سي، إيش قد راح تتحرك من مكان. أنا عندي الدلتا بالسي، إيش راح تساوي؟ راح تساوي الفرق ما بين ألفا أو دلتا تي ناقص تي
L على EA. هاي 100 في 10 أس سالب 6 L 225 دلتا تي 30 ناقص البي هي نفسها هاي اللي طلعت ال L أيضا 225 ال E 6 في ألف والأريا باي على 54 تربيع هذني الاثنين راح يطلع الناتج سالب بوينت 3.14 مليمتر السالب شنو معناه؟ تغير الحرارة راح يصير بهالاتجاه أنا ما أخذه موجب تغير القوة راح يصير بهالاتجاه أنا ما أخذه سالب النتيجة طلعت سالب إذن الاتجاه هو هذا واضحة هاي؟ واضح زين اذا واضحه اخذوا سكرين حتى ننتقل للسؤال الوراء دكتور اخذنا كل واحد والله ابي شطه اخذنا وحلينا وخلصنا ايه عشيدك يلا حلي لي هذا السؤال هذا سؤال صغير هيك من هاي السؤال الاسئله المرتبه ما اقول لي انا اخليها بيدي واللي تجي منها بالامتحان عاده هي دكتور دوده حمر دوده حمر ها دكتور انت يلا حل دكتور شنو احل انت اسالني ما اعرف مستغرب خلينا نقرأ السؤال أول مرة ونشوف شنو عندنا به أيضا عندنا هذا بار مركب بس هذا البار المركب متكون من قطعتين مختلفات الأولى من الألمنيوم طولها 300 مليمتر مساحة المقطع مالتها 20 في 30 مليمتر الثانية من الحديد طولها 250 مليمتر مساحة المقطع مالتها 20 في 20 مليمتر الخط الفاصل بين الحديد والألمنيوم مسلطين عليه قوة مقدارها 21 كيلو نيوتن معامل التمدد الحراري ومعامل يونغ بالنسبة لكل مادة نعطيني إياها هنا هذا البار المركب مثبت بشكل كامل من اليسار خلينا نسمي هاي النقطة A ليش ما جاي يكتب هنا وهاي نسميها B وهاي نسميها C وهنا D أو حتى إذا ماكو D هم مشكلة فمن الجهة A بالنقطة A مثبت كليا بالحائط من نقطة C أكو مجال ما بين الحائط وما بين نهاية البار مقداره 0.1 مليمتر الفرع الأول بالسؤال يقول
احسب الإجهادات بالحديد والألمنيوم. باعوني الحد هنا. الفرع الأول جاي يقول احسب الإجهادات بالحديد والألمنيوم، وبعدني ما عندي حرارة، لا حكي عن حرارة، لا ارتفاع، لا انخفاض، لا غيره. على هذا الوضع هل بار اكو عليه قوة؟ القوة تسبب سترس، السترس يسبب سترين، السترين راح ينتج عنا displacement. displacement إذا تصير ما عندي مشكلة، إذا ما تصير معناه لازم أرجعها بقوة. فهنا لازم أشيك هل displacement اللي راح تصير بهذا البار راح تولد لي قوة بالبار لو ما تولد لي قوة بالبار. هاي شلون أعرفها؟ عندي القانون دلتا أجي أطلع الدلتا اللي راح تصير. شلون أطلع الدلتا اللي تصير؟ الـ L والـ E والـ A كلها نعطيها بالسؤال. الـ P أجي أخذ سكشن هنا، أول مرة أرسم free body diagram أطلع رد الفعل، وبعدين أخذ سكشن بهذا الجزء وأخذ سكشن بهذا الجزء وأحسب القوة الداخلية بكل جزء، ومن القوة الداخلية أعوض بهذا القانون وأطلع الدلتا. هنا هاي الدلتا بها احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون أقل أو يساوي 0.1، والاحتمال الثاني أن تكون أكبر من 0.1. دكتور. نعم دكتور، حتى حل الفرع الأول مو لازم بس اخذ سكشن واطلع القوة قسم على المساحة؟ قسم على المساحة؟ نعم. خليني اكمل وشوف بعدين. تمام. بس انت مستعجل عباس المستعجل، يعني انا جاي اشرح وانت اعترضت. كنت زين خلي نروح نحل، ما طول مستعجل هالشكل، خلي نروح نحل. إذا نجي نطبق summation fx يساوي صفر، راح يصير عندي ra يساوي 21 كيلو نيوتن، لأنه ما عندي غيره. زين إذا نأخذ section هنا وsection هنا، هذا هاي صارت 21، إذن هاي F AB أو ألمنيوم، F ألمنيوم summation FX يساوي صفر، إذن F ألمنيوم يساوي 21 كيلو نيوتن تنشن.
آخذ سكشن ثاني. وهاي راح أسميها F ستيل. هاي عندي هنا 21 وهاي عندي هنا 21. summation fx يساوي صفر، إذا f steel يساوي صفر. هسه على حد شك فوزي راح يصير عندي stress واحد فقط اللي هو بالألمنيوم، ويساوي القوة 21,000 على 20 في 30، وهذا راح يطلع 35 ميجا باسكال. كينج مو الشكل؟ اي دكتور. لا مو اي، انا راح اخليه وراح اخلي عليه علامة استفهام. يا ستار يا ستار يا ربي، بالضبط هو هذا اللي يا ستار يا ربي. تعالوا هسه خلينا نحسب هاي القوة شقد سببت لي دلتا. اولا انا ما عندي قوه بالحديد، القوه فقط بمن بالالمنيوم. بالالمنيوم، اذا الدلتا ايش راح يساوي؟ راح يساوي 21 في 1000 في طول الالمنيوم 300 على معامل يونغ للالمنيوم 70 في 1000 في الاريا اللي هي 20 في 30. هذا الناتج راح يطلع 0.15 مليمتر. انت شقد عندك مجال للبار ان يتمدد؟ 0.1 وقد 0.05 ما مسموح له. زين هاي 0.05 ما مسموح له شلون راح يصير؟ راح يشتغل عليه البريس، ومن يشتغل عليه البريس راح يسلط عليه قوة كومبريشن، والقوة الكومبريشن راح تمر بالممبر كله بالألمنيوم وبالستيل نفسها. فبهالحالة الستيل كان ما بي قوة راح يصير بي قوة اللي هي قوة البريس، والألمنيوم كان بي 21 كيلو نيوتن تينشن راح يصير بي 21 ناقص قوة البريس. إذا الإجهادات اللي صارت بالحديد والألمنيوم هي مو هاي اللي أنت حسبتها يا فوزي، تمام لو مو تمام؟ دكتور والله ها ما فهمت دكتور، ما فهمت. زين خلينا هسه نجي، احنا حسبنا 0.15 مليمتر الإزاحة اللي راح تصير بسبب هاي القوة. صار عندنا شيء اسمه الإزاحة الممنوعة. شو تساوي؟ تساوي 0.15 ناقص 0.1 اللي هو الفراغ اللي موجود بين الجدار وبين البار. طلع الناتج 0.05 مليمتر. مثل ما أخذنا بالحرارة، إذا صار عندنا زيادة طول بالحرارة وإحنا حاصرين للممبر ما نخليه يطول، فش لازم نسوي؟
لازم نكبسه حتى نمنع الزيادة بالطول. هنا نفس الشيء، زيادة الطول حصلت بس مو بسبب الحرارة، حصلت بسبب قوة داخلية، لكن الحائط ما يخليها. إذا إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هاي الدلتا اللي طلعت عندي الممنوعة اللي هي 0.05 تساوي ايش تطلع هاي؟ تساوي قوة البريس اللي لازم أسلطها حتى أرجع بها المسافة. ناش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي L1 على E1 أي واحد زائد L2 على E2 أي اثنين. زين هاي 0.05 ال P أنا أريد أحسبها، ال L1 الألمنيوم 300 على 70,000. دكتور نعم، هذا القلم اللي قاعد تكتب بيه مو بيسلاي؟ إيه ضبها بيدك. ما تنضب أحمد. هاي دكتور بيها رخاوة قاعد يطلع. ما تنضب. زائد القطعة الثانية اللي هي حديد 250. هو المشكلة بالجزء الفوق من الشاشة، دائما القلم بالجزء الفوق ما يكتب، ما أعرف ليش. 250 هنا أنا عندي 200 مع مليون في 1000 في المساحة 20 في 20. هاي راح تطلع عندي P تساوي أربعة آلاف وثمانمائة وسبعين. هاي الأربعة آلاف وثمانمائة وسبعين هي شنو؟ هي compression. خلي أعيد الرسم مالت السؤال. معناه هنا ايش راح يصير عندي؟ هاي هم راح تكون تنشن. ار اي هسه سميشن فورسز يساوي صفر، راح يصير ار اي يساوي 21,000 ناقص 4,870 ويطلع الناتج 16,000.
15,103. زين خليني هسه اجي احسب الستريسز. هسه هذا صار عندي توازن القوى النهائي للبار، اخذ سكشن هنا واخذ سكشن هنا. هاي طلعت عندي 16,130، هذا راح يصير عندي F ألمنيوم. summation Fx يساوي 0، F ألمنيوم راح يساوي 16,130 نيوتن تنشن. إذن سيجما ألمنيوم راح يساوي 16,130 على 20 في 30 وراح يطلع 26.9 ميجا باسكال، وهذا تنشن. زين راح اكتب هنا بالجانب الايمن. الجزء الثاني هذا عندي 4,870، هاي راح يصير عندي F steel summation Fx يساوي 0. اذا F steel تساوي 4,870 نيوتن. هنا compression، اذا سيجما ستيل راح يساوي 4,870 على 20 في 20 راح يطلع. ماش بوينت 175 ميجا باسكال، وهذا كومبريشن. هذا الحل هسه يا فوزي، شفت ايش قد الفرق ما بين الناتج اللي انت طلعته والناتج اللي هسه طلعناه؟ يعني درس من الروح القوة اللي حسب ونطلع طبع الدلتا للألومنيوم راح تتعقد. هسه الدلتا مالت الألومنيوم راح تطلع أكثر من 0.1 مليمتر بحدة، لكن بسبب وجود الكومبريشن على الحديد، الحديد هم راح يكسر، فصار الألمنيوم طول شوية أكثر من 0.1 والحديد قصر، الفرق مال زيادة الألمنيوم، فالناتج النهائي طلع 0.1 مليمتر. وجربها هساي الأرقام عندك، قسم وشوف، لأنه الكومبريشن راح يخلي الحديد يكسر، التنشن راح يخلي الألمنيوم يطول، فأحسب الزيادة بالألمنيوم زائد النقصان بالحديد، المفروض الناتج يطلع 0.1 مليمتر. إذا ما طلع 0.1 مليمتر معناه الحل مالتنا غلط. دكتور بابا هو هنا أنا الألمنيوم وجد هو بالإجداد، يعني أكيد راح الألمنيوم يدفع الستيل. وين يدفع الستيل؟ إيه هسه الألمنيوم بي تنشن، فالألمنيوم مش راح يصير بي، راح يطول، تمام؟ نعم. زين من يطول الزيادة بالطول مالته وين تروح؟ تروح للستيل. راح تروح لأول مرة يدفع الستيل لأنه أكو فراغ، تمام؟ هذا الفراغ راح ينسد، من ينسد الفراغ بعدين راح يقوم
من يوم يدفع بالستيل، يريد شي يسوي؟ يريد يصغر طول الستيل. الستيل هو ما يخليه هالشكل يدفع بيه براحته، هم يرد عليه. وين يقدر يرد؟ لا يقدر يرد. ليش ما يقدر يرد؟ بس شوية، لكن ما راح يخلي الألمنيوم يكبسه على راحته، راح ينجبر ينزل شوية بس مو على راحته. بس لحظة واحدة، آسف. فنرجع للسؤال، لحد هسه أكو مشكلة لو أوكي نكمل. ما سمعت رد. طلاب القلب تستفيد، ها؟ كمل. القلب تستفيد. نعم. هذا يعني هسه تغير بالألمنيوم غير بالطول، زائد تغير اللي يصير بالستيل ناقص 0.1 يساوي صفر. ليش ناقص؟ بس انتبه علي رجاء. هذا الفراغ مش قد مقداره 0.1. هنا عندي قوة 21 كيلو نيوتن. تحت تأثير هاي القوة، لو فرضنا هذا الجدار ما موجود، هذا راح يطلع هنا، وهذا أو هاي الزيادة هي 0.05، لأنه شفنا أنه هذا البار راح يطول 0.15. الـ 0.1 موجودة يقدر يمشيها، بس اللي فوقها راح يلزم الجدار ما يخليه يمشي.
فحتى الجدار يمنعه ما يخليه يمشي هاي البوينت او 5 الزياده، ايش لازم يسوي؟ لازم يسلط عليه قوه كومبريشن اللي شفناها طلعت 4870. هاي القوة اللي يسلطها الجدار ما راح يسلطها فقط على الألمنيوم اللي هو جاي يتمدد، راح يسلطها على كل البار. إذن إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الحديد كان ما بي قوة، ما بي تمدد، صار عليه كومبريشن، معناه صار بي تقلص شوية. هذا الألمنيوم كان عليها قوة تنشن 21 كيلو نيوتن، سوت بي تمدد، من اجت عليها قوة 4870 كومبريشن قللت من التمدد مالته. إذن البار بوضعه الجديد النهائي وين صار؟ صار هنا. معناه دلتا بالألمنيوم زائد دلتا بالستيل إيش قد مقداره؟ مقداره بس هذا الفراغ اللي مسموح له أن يتحرك به اللي هو بوينت واحد. إذا تريد دلتا ألمنيوم زائد دلتا ستيل ناقص بوينت واحد يساوي صفر، نفس المعادلة بس الزيادة اللي حصلت بالألمنيوم زائد النقصان اللي صار بالحديد مجموعهم كلش قد طلع، طلع هو فقط مقدار الحركة اللي تحركها البار حتى يسد الفراغ ما بين البار وما بين الحائط، لأنه ما يقدر يمشي أكثر منها. فإذا شقد هذا الفراغ؟ هذا الفراغ 0.1 ملم. هذا هو. هسه واضحة هاي لو عندكم مشكلة بيها؟ واضحة؟ واضحة؟ واضحة دكتور. زين. نروح نكمل الفرع الثاني. نقرأ الفرع الثاني شو يقول؟ يقول إذا فوق المصيبة اللي موجودة عندنا هاي مالت الواحد وعشرين كيلو نيوتن اجتنا زيادة بالحرارة مقدارها 50 درجة مئوية، هسه ايش راح يصير الإجهاد بالألمنيوم وبالحديد؟ خلينا نرجع هنا. تحت تأثير القوة 21 بحجها صارت الزيادة بالطول 0.15. زين، ارتفاع الحرارة ايش راح يسوي؟ راح يخلي لي الألمنيوم يزداد طوله والحديد أيضا يزداد طوله بسبب ارتفاع الحرارة. معناه دلتا النهائية المفروضة، مو المتحققة، المفروضة راح تساوي البوينت 1.5 من القوة زائد دلتا ثيرمال. أعتقد هاي واضحة ما بيها مشكلة.
صارت صافنة دكتور واضح دكتور واضح زين. البوينت 1.5 احنا عرفنا منين جبناها. نيجي هسه نحسب الدلتا ثيرمال. الدلتا ثيرمال راح يساوي دلتا ثيرمال ألمنيوم زائد دلتا ثيرمال ستيل. دلتا ثيرمال ألمنيوم راح تساوي ألفا ال دلتا تي مال الألمنيوم. ألفا ألمنيوم 24 في 10 أس سالب 6. ال ألمنيوم 300. دلتا تي ألمنيوم 50 زائد. أجعل الستيل. الستيل عندي ألفا ستيل 12 في 10 أس سالب 6. طول الستيل 250 والدلتا تي أيضا 50. أنا أقدر هاي الخمسين أطلعها خارج قوس وأحل، بس خليتها هالشكل حتى تصير واضحة بالنسبة لكم. هذا راح يصير 0.36 زائد. Point one five. إذن هذا راح يصير 0.51 مليمتر. إذن دلتا توتال راح تساوي دلتا فورس زائد دلتا ثيرمال. ودلتا فورس كانت عندي 0.15 زائد دلتا ثيرمال 0.51 راح يصير الناتج 0.66 مليمتر. الحد هنا واضحة. واضح دكتور. زين هاي البوينت 6.6 اللي البار يريد يطولها، هو ايش قد عنده مجال يطول بالحقيقه؟ بس بوينت واحد. اذا الازاحه الممنوعه ايش قد؟ ناقص واحد. اللي هي 0.56 مليمتر. هاي ال 0.56 مليمتر اللي ما يقدر يطولها البار، لازم نرجعها بالبرس بالقوة. إذن هاي ال 0.56 راح تساوي القوة تي. الألمنيوم طوله 300 على 70 ألف
تي 20 تي 30 زائد 250 على 200 ألف تي 20 تي 20 راح يطلع بي. وأرجع وأقلكم هاي القوة هي قوة بريس، والبريس هو شنو؟ هو كومبريشن. دكتور نعم الناتج 54,539 صحيح 5,4,5,3,9 زين. هسه نرجع نرسم البار من جديد. هاي عندي 21,000 وهنا صار عندي 54,539 ال R A كانت tension هسه راح تصير compression. summation F X يساوي صفر راح يصير R A زائد 21,000 ناقص 54,539 يساوي صفر. إذن R A راح تساوي ثلاثة وثلاثين وخمسمية وتسعة وثلاثين. نيوتن وهاي يعني ماكو داعي اكتب عليه لانه هي واضحه كومبريشن. هسه من اجي اريد احسب الستريسز راح اخذ سكشن هنا هاي عندي ار اي اللي هي 33 و530 39 اذا هاي راح تصير اف الومنيوم راح تطلع عندي F ألمنيوم يساوي 33,539 نيوتن كومبريشن. وأجي آخذ سكشن هنا راح يصير عندي خمسين أربعة وخمسين وخمسمية وثلاثين تسعة وثلاثين معناه F ستيل راح يساوي 5,4,5,3,9 نيوتن. هاي كومبريشن وهاي أيضا كومبريشن. الستريس سيجما يساوي هذا الرقم على 20 في 30 وهذا راح يساوي 5,4,5,3,9 على 20 في 20 كان سيجما ستيل. هذا 55.9
وهذا 136.4. هسه هاي الإجهادات بعد ما ارتفعت الحرارة 50 درجة مئوية صارت هالشكل. قبل لا تصير الحرارة كان عندي الإجهاد بالستيل كومبريشن، الإجهاد بالألمنيوم تينشن. بعد ما ارتفعت الحرارة صارت الإجهادات بيهم اثنينهم الحديد والألمنيوم اثنينهن كومبريشن. فهمنا لحد هنا؟ صفنا. نعم دكتور فهمنا. والله اللي يفتهم خلي يرفع لي ايده يسوي رايز هاند. خلي نشوف كم واحد. بس بلا كذب. اوكي تمام. تمام. نرجع للسؤال. الفرع الثالث من السؤال. يقول بالنسبة للحالة مالت الفرع ألف. إذا أريد أستخدم الحرارة بحيث أخلي الإجهاد اللي يصير بالحديد يساوي صفر. فنرجع للسلايدات السابقة. هذا أو هذا. حتى أخلي الإجهاد اللي بالحديد يساوي صفر لازم أخلي هذا البار كله التغير بالطول النهائي مالته ما يزيد عن الفراغ الموجود بينه وبين الحائط. ليش؟ لأن إذا زاد الفراغ بينه وبين الحائط راح تصير أكو قوة من الحائط على البار. هاي القوة راح تمر بالستيل. فإذا القوة مرت بالستيل راح يصير عندنا ستريس بالستيل. فحتى الستريس بالستيل يصير صفر لازم ما تجيني قوة من الحائط على البار. زين هو البار بزيادة بالطول مقدارها 0.05 مليمتر والحائط يسلط عليه قوة حتى يقص يرجع هاي الـ 0.05 مليمتر. فإذا أنا أريد أستخدم الحرارة معناها شنو؟ معناه لازم أبرد هاي المنظومة بحيث نتيجة التبريد يصير النقصان بالطول بيها 0.05 مليمتر. فراح يصير عندي زيادة بالطول نتيجة القوة 0.15، نقصان بالطول نتيجة الحرارة 0.05. النتيجة النهائية شقد راح يصير 0.1، وال 0.1 هو الفراغ اللي بين الحائط وبين البار. البار إذا أبر مشى هاي البوينت وان راح يوصل يم الحائط يوقف يمه بس ما يدفعه. فإذا البار ما دفع الحائط الحائط ما يتحارش بالبار ما يسلط عليه قوة، وإذا ما سلط عليه قوة ما راح يصير ستريس بالحديد. إذا بهالحالة احنا شنو محتاجين؟ محتاجين أن ننقص
طول البار بمقدار الإزاحة الممنوعة. هاي افتهمناها دكتور؟ نعم. تقدر تعيد السؤال الثالث المطلوب يعني تعيد يعني ببساطة يعني بس. هذا هو السؤال الثالث. فرع الثالث يقول What is the required change in temperature؟ ما هو تغير الحرارة المطلوب؟ To make لجعل the stress الإجهاد بالستيل equal zero، حتى أخلي الإجهاد بالحديد يصير زيرو. الإجهاد هو شي يساوي القوة على المساحة. المساحة موجودة 20 في 20، إذن حتى يصير الإجهاد صفر لازم القوة تصير شقد؟ شقد؟ لازم ماكو قوة يعني صفر. لازم ماكو قوة، لازم تصير القوة صفر حتى يصير صفر على مساحة يساوي صفر، تمام؟ زين، حتى القوة تصير صفر، أنا القوة اللي بالحديد منين جاي تجيني؟ جاي تجيني من الدفع مال الحائط. زين، الحائط ليش يدفع بالحديد؟ الحائط يدفع بالحديد لأن الحديد يريد لأنه الحديد يريد يطب بنص الحائط. إيش قد يريد يطب بنص الحائط؟ يريد يطب بنص الحائط الإزاحة. يعني من الاستطالة صارت؟ إحنا مو صار عندنا استطالة بسبب القوة 21. إيه صار عندنا قوة استطالة مقدارها 0.15. أوكي. هاي البوينت 1.5 شفنا أكو بيها استطالة ممنوعة. هاي الممنوعة اللي هي 0.05 هاي الممنوعة حتى نمنعها لازم نسلط قوة. إذا سلطنا قوة راح يصير بالحديد إجهاد. فحتى ما نسلط قوة لازم هاي الإزاحة الممنوعة تروح. مو؟ نعم دكتور. لأنه بس تصير إزاحة ممنوعة راح تصير قوة. حتى ما تصير قوة لازم الإزاحة الممنوعة تروح. حتى تروح الإزاحة الممنوعة جاي يقول استخدم الحرارة. زين، الإزاحة الممنوعة هي استطالة. حتى أقلل الاستطالة، حتى ألغي الاستطالة لازم أعرض المنظومة إلى شنو؟ إلى انخفاض بالحرارة، تمام؟ زين، أنا الاستطالة الممنوعة اللي عندي شقد كانت؟ 5%. كانت 5% 0.05. هاي كانت زيادة. أنا هسه شو بدي أسوي؟ أريد نتيجة الحرارة أسوي تقليل حتى يصير 1.15 ناقص 0.05 يطلع الناتج 0.1. زين، هاي شو تساوي؟ تساوي دلتا تي اللي أنا أريد أحسبها ألفا ستيل ال ستيل زائد ألفا ألمنيوم ال ألمنيوم. الدلتا تي أنا أريد أحسبها 12 × 10^6 × 250 زائد 24 × 10^6 × 300. هاي المعادلة شنو عندي بها مجهول؟ دلتا تي، فقط الدلتا تي. إذا دلتا تي راح تطلع 4.9 درجة مئوية سالب. سالب معناه شنو؟ معناه انخفاض، معناه لازم أبرد المجموعة كلها الألمنيوم والحديد اثنينهم أبردهم بمقدار 4.9 درجة مئوية. بهالحالة الحديد ما راح تصير بيه أي قوة وبالتالي ما راح يصير بيه أي إجهاد. والحد هنا خلص السؤال. يعني دكتور لو من البداية
للسؤال حاط بوينت واحد خمسة. شلون 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 يعني لو من البداية حاط الفراغ حاط السؤال أو بوينت أي. واحد خمسة اي ونحلل تعال شنو نسوي سؤال شلون ادوخك لعد شو دكتور تدوخنا اذن شلون افور راسك لعد هو بس ثلاثة فرقة تعمل امتحان شلون بيني شلون بيكم يعني هسه هذا هو السؤال هسه هذا السؤال شرحت لكم اياه شلون ثلاث ورقات الحل مالتي بابا ثلاث ورقات ما ادري خمس ورقات اولا انا جاي اكتب على شاشه يعني مو جاي اكتب بورقه وقلم زين وبعدين يعني ثلاث ورقات ولا خمس ورقات انت شنو تبين من عنده هو وقت السؤال بالامتحان راح يجيش وقت كافي ودفتر عندك ما كفاك الدفتر اخذي دفتر ثاني ما تحتاج ثلاث ورقات خلي ست ورقات ايش تبين يعني دفتر ما اسئله بيها أقل شيء شلون لا شلون الوقت مال فاينل ساعة والأسئلة تجينا خمسة أو أربعة أقل شيء لا ماكو شيء أولا أنتم كورسات الفاينل ساعتين مو ثلاث ساعات أقل زين وثانيا ما تجيكم خمس أسئلة يعني الفاينل إذا ثلاث ساعات إذا ساعتين تجيكم ثلاث أسئلة بس فثلاث أسئلة يعني معدل تقريبا ساعة إلا ثلث لكل سؤال فساعة إلا ثلث لكل سؤال إذا أنتوا الأسئلة تعرفون تحلوها تعرفون الموضوع وتعرفون الأفكار ومشتغلين الحاسبة بإيديكم وتعرفون تحلون أنا متأكد أكو بيكم راح يطلعون قبل الوقت لأنه إحنا ما نخلي الأسئلة نخلي الأسئلة بحيث نراعي بها الطالب الشاطر من الطالب الكسلان لكن اللي هو ما حل بإيده ولا سؤال يجي يوم الامتحان يريد يقرأ الأسئلة وما حل بإيده فبساعة الامتحان يريد يفكر شلون يلقى فكرة الحل وبعدين يجي يلزم الحاسبة هو السنة كلها ما مشتغل بإيده الأرقام بالحاسبة يظل يدور التربيع منين يطلعها والقوس منين يستخدمه والما أدري شنو وهاي صايرة عندنا بالمراقبات وهاي طلاب يسألوننا أستاذ شلون أسوي التربيع أستاذ شلون أطلع هاي الشغلة زين إذا هو جاي للامتحان وما يعرف يستخدم الحاسبة يعني شلون يريد الوقت يكفي فالامتحان ترى بالمناسبة يعني الامتحان احنا هم حتى نفرق بين الطالب اللي دارس من المدارس الدارس اللي يشتغل اللي يتابع هو اللي يعرف شلون يستخدم الحاسبة اللي افكار الاسئلة موجودة عنده بحيث من يدخل للامتحان هو بس يبدي يحل اللي ما دارس لا اللي يظل صافن السؤال شلون ينحل والحاسبة شلون تشغل يعني هذا شكل وهذا شكل ما هي دكتور احنا قاعد نقرأ ونركز على المقارنة انه هناك ويجي لنا سؤال يفرمت عقلنا ما يفرمت عقلك احمد يعني الاسئلة اللي تجي هي تجي من المادة اللي انت ماخذها ما يجي لك سؤال بفكرة غريبة دكتور هذا السؤال هذا السؤال هسه اللي قدامك هذا سؤال أنا حليت لك إياه وشرحت لك إياه وفهمتك كل التفاصيل مالته إذا يجي لك بالامتحان بمكان ما ألمنيوم وستيل يجي لك ألمنيوم ومغنيسيوم أو تجي لك أطوال مختلفة أو القوة بمكان ما محطوطة بين الحديد والستيل القوة موجودة على الستيل أي شيء يصير لكن أنا ما راح أجيب لك سؤال اللي بي فكرة أنت ما شايفها زين نحل عندنا بسرعة أخذنا فكرة وعرفنا له حتى طبقنا له بالحاسبة فبسرعة حينحل عندنا إذا جتنا فكرة إحنا ما مر علينا فإحنا قاعد نفكر منين نربطها ونشون نحلها فياخذ وقت ما لا مو يعني إلى حد ما ماكو شيء يعني هي دائما الأسئلة اللي تيجي بالامتحان أفكارها مطروقة
الأفكار مطروقة بس السؤال نفسه ما موجود. يعني إذا تتوقعون هذا السؤال يجيب لكم إياه مثل ما هو بالامتحان، لا هذا الموضوع انسوا. بس أجيب سؤال يجيب هندسة مو فيجي نفس النسخة، يعني نسخة خلاصة أكو حالات بنتي، أكو حالات أنت هسه جاي تحكين هالشكل، بس أكو حالات صارت عندنا وسنوات سابقة، واحدة من السنوات اللي كان بيها أحمد بالأول زين جبت سؤال نصا من الدفتر نصا هو نفسه أنا حل بالصف وجبته بالامتحان ما حلو الطلاب. سامع بيها أحمد هاي لو ما سامع؟ أبو الطيارة. بغض النظر عن يا سؤال، بس ما جبت سؤال نصا من الدفتر وما حلوا الطلاب؟ اي صحيح. فهي هاي المشكلة، يعني الطالب ما ندري شنو يريد. زين ايش قد جبت اسئلة من الواجبات اللي نعطيكم اياها؟ صحيح دكتور، يعني احنا الشيتات هم دكتور تنزل الناس إلى منعتهم بالامتحان، يعني وارد انه يجيك سؤال من الشيتات. ما انا ما اقول لك هسه، انا بعدني هسه لا اعرف الوضعيه ولا مخلي اسئله ولا غيره، بس هي طالما انا نعطيك شيتات حتى تحلها، فالشيتات اللي نعطيك اياها المفروض انت على الاقل تعرف حلها. لعد انا ليش نعطيك اياها؟ زين وانت من الجاي تجيب لي اياها محلوله؟ إذا بالامتحان يجيك نفس السؤال اللي أنت حل لو ناطني إياه، معناه أنت كذاب ما حل، رايح ناقله من واحد وجايب لي الحل مالتي. دكتور الواجبات اللي بالبداية اللي طلعتنا إياها تمام دكتور، عرفنا نتعامل وياها، بس هنا أنا ذني المواضيع. ها هسه شلون أنا قلت لك إنه نحسب الستريس مباشرة، شفت إنه أنت جيت بغير فكرة ضرب عندي إيرور قبل. ما أدري. لا ما ضرب إيرور، ما ضرب إيراد، مو هو هاي الفكرة. هو أنا ليش خليت هذا السؤال؟ خليت لك هذا السؤال حتى أبين لك أنا متوقع أنتوا راح تجاوبوني تقولوا لي رأسنا نطلع القوة ونقسمها على المساحة، بس هذا الحكي لو الاستطالة كلها ممكنة، من الاستطالة ما ممكن اتحول عندي الى statically indeterminate، فما طول صار statically indeterminate اذا لازم نتعامل مع الديفليكشن. زين هاي الشغلة انتم ما كنتم منتبهين عليها، خليت سؤال حتى انبهكم عليها. والامثل اللي انطيها انا ليش انطي امثلة؟ فمو بس حتى اشرح الموضوع، واقدر اقول يابا هذا المصدر اكو مثال كذا كذا كذا، اقروا روح اقروا. فجاي أخلي أسئلة حتى الأفكار اللي موجودة بالموضوع أوضح لكم إياها، بس بالتأكيد أنا ما أقدر أوضح كل الأفكار اللي موجودة بالموضوع، يعني أكو ما لا نهاية من الأفكار. فالطالب المفروض هو هم عنده يعني مسؤولية أن يروح يقرأ. دكتور نعم دكتور، حتى تكون بصورة يعني أنت قاعد اشوف انه اصلا مثلا قاعد اقرا ومرات اجي للكليه واظل انتظر لحد ما تجي حتى اسال. ها دكتور فقاعد احتاج وقت هواي، لربما هاي الدقائق اللي يجي يمك بالغرفه هاي بس اعشر بيدي وانت تعشر لي بيدك تقول لي احمد هيك وهيك، انا راح افتهم اكثر يعني. فهذا هم وقت، انا مرات ما عندي محاضرات قاعد اجي للكليه. احمد أنا هذا الموضوع مو بيدي، يعني أنتوا جاي تأكدون عليه كل شهواية، هذا الموضوع مو بيدي ولا أنا اللي فارضة. زين طبعا الواقع ولا أنا اللي فارضة. وأيضا أقول لك أنا يعني ما جاي أتعامل ويا الطالب بالنظام المدمج مثل ما أتعامل ويا الطالب وهو قاعد الصف، لكن إذا صار الامتحان إلكتروني راح أخلي ببالي احتمال الغش. زين دكتور أنا أدري إنه أنت مو أنت اللي فارض، بس أنا قاعد أقول لك يعني طلب من عندي، ها إنه دكتور يا ريت إنه بالأسئلة
انه تكون اكو مراعاه، واحنا كذلك انه احنا ما اختارنا المقاومه مره لان امتحان الكتروني قلنا ان الدكتور سامر امتحانه ويا حضوري افضل، حتى ما يسيد بالاسئله من يمه، والاستاذ بالاسئله ربما يودينا 60 دائم مثل هذا السؤال فيجيب لنا اسئله من احمد. نعم. احمد انا اذا صار الامتحان بالقاعات فبالتاكيد راح اراعيكم بشكل، لكن اذا صار الامتحان الكتروني راح اراعي موضوع الغش بشكل، لانه شفت اول كويز سويته شنو صار، وشفتوا انتم نزلت القائمه اللي كتب الذولي صفر لانه غش، بعدنا ما صحنا حلال زين. فانا متاكد اكو مجموعه من الطلاب هم يردون الالكتروني حتى يغش، لانه يقول لك انا بالنسبه لي ما بدي ادرس، فاعتمد على طالب يحل وينطيني النتيجة. فإذا صار الامتحان الإلكتروني راح أجيب أسئلة اللي أخليكم حائرين شو وقت تحلوها، يصير الامتحان بقاعات أجيب لكم أسئلة أراعي بيها الظروف مالتكم، لأنه هنانا كل واحد بجهوده هو دكتور. بجهوده أكيد راح أراعي، لكن إذا بالإلكتروني الموضوع يختلف. والله العظيم انهم مثل انه على المقاومه قلنا اوكي انه المقاومه نمتحنها حضوري ها، بس يا دكتور سامر يا ريت انه هاي المراعاه انه تخليها بنظر الاعتبار، يعني مثلا المواد جاي اقول لك بدون ما انت تحكي، جاي اقول لك بدون ما انت تحكي، اذا الامتحان حضوري انا بالتاكيد بسوي المراعاه مالتكم، هاي من تجي من عندها دكتور. يعني المواضيع اللي فاتت وطيتنا بيها شيء، اعطيتنا بيها شيء مع الهوم وركات دكتور، هذا هم نركز عليه، مو تقول لي احمد انه هي هاي الفكره الاساسيه منها، انا قاعد اقول لك كمراعاه. احمد باباني، موضوع المراعاه مو تجي تسالني شنو اقرا وشنو ما اقرا، هذا مو مراعاه. لا احنا نقرا الماده باباني، موضوع الأسئلة شنو المراعاة وشنو المو مراعاة وشنو أخلي وشنو ما أخلي، هاي يمي أنا مو يمكم أنتو زين. أنا من أخلي الأسئلة أقدر مستوى الأسئلة اللي أجيبه بحيث أراعي بيه الطلاب، أما أن تقلي أقرأ الشيتات لو ما أقرأ الشيتات، أقرأ الدفتر لو ما أقرأ الدفتر، هذا الحكي لا. شنو مادة إياها؟ شنو مادة نطيتك إياها؟ هي مطلوبة من عندك. لا دكتور أنت ما فهمت، لأنه أنا قلت لك دكتور طلب إنه المواضيع اللي فاتت هن أكيد مرتبطة بذن المواضيع وهن أساس ذن المواضيع ها، فقاعد أقول لك دكتور هم أنت راح تلتفت لذنيش المواضيع اللي فاتن الأساسيات، لو راح تلتفت بس لهاي المواضيع إن اللي إحنا اللي بين الشغل الصدق. أحمد أنت لحد الآن بعدك ما واصل نص المادة زين، لحد الآن أنت ما واصل نص المادة، بعد عندك الإجهادات بالأسطوانات النحيفة، وبعد عندك التورشن، وبعد عندك الإجهادات على السطوح المائلة، هذني ثلاث مواضيع دسمة جدا زين، ثلاث مواضيع دسمة جدا، فأنت هاي المواضيع كلها هي مطلوبة منك، أنت كل مادة تأخذها هي مطلوب من عندك أن تقرأها، بقى ديش اللي قبلها هل هي ديش اللي قبلها مطلوبة ولا ما مطلوبة. أنا جبت لك بالكويز على شغلة الالاوبل سترس، فكرة الالاوبل سترس أنا مو إلا أجيب لك سؤال على موضوع الالاوبل سترس اللي انطيتك إياه بالبداية تحليها بالكامل مثل ما حليت لك هذا المثال اللي أخذت به محاضرة كاملة، لا، لكن أجيب لك الالاوبل سترس بوحدة من النقاط أنه أنت لازم تستخدمها، فأنت لازم عارف الالاوبل سترس شلون يشتغل. فليش أقول لك أنت لا تناقشني هسه بنوعية الأسئلة ولا من يا مادة راح أخلي الأسئلة ولا بيا تفاصيل بالأسئلة، هذا موضوع الأسئلة هسه أنتم مو يمكم ولا تناقشوا زين، بس اللي عليكم المادة تقروها وتقروها بشكل يومي،
يعني هسه هاي المادة إذا ترجعون وراء المحاضرة تقروها، ترجعون تقروها، وعندكم الفيديو نزلت لكم إياه، للي فايت شيء يقدر يقرأ يعني يشوف الفيديو، أعتقد راح يسيطر عليها، لأنه ما مو صعبة، هي الفكرة جاي تلقفها من خلال الشرح. لكن إذا أنت طبقت المادة ورحت نمت وتيجي يوم الامتحان تقرأ كل المادة وتيجي تدخل بيها، يعني حتى السنوات السابقة اللي كان عندي طلاب حضوري، هم يعني الطالب اللي يجي يقرأ بيوم الامتحان ما ينجح. زين دكتور، بعد أخر شغلة دكتور، إذا نقدم لك مثلا 3 أسئلة، ها دكتور، دكتور تقدر تشرح لنا عن علميت؟ ليش لا؟ إذا تردون نسوي لنا يوم مناقشة ما عندي مشكلة. تردون نسوي يوم مناقشة ما عندي إشكال، بس حددوا لي، نقولوا فلان يوم أريد مناقشة، دزوا لي الأسئلة، أما تجيب لي إياها مثلا أنت للكلية تنطيني إياها، أو تدز لي إياها على الواتساب، أو تدز لي إياها على التليجرام وتقول لي أريد هاي الأسئلة تشرح لنا إياها، ما عندي مشكلة أشرح لك إياها. ليش لا؟ أشرح لكم إياها علمي، يعني نسوي لنا يوم مناقشة. دكتور ما عندي بابا، هي بس أحمد رجاءً شوية هاي الموضوع خلي نوضحها أكثر. زين، المناقشة هي حل تمارين. عادة نظامنا السابق كان شنو؟ ننطي محاضرات نشرح بيها الموضوع شرح بدون أمثلة، والمناقشة نحل بيها مسائل. أنا هسه دام أجي لكم المناقشة مع المحاضرة، ماكو محاضرة بس حكي، نهائيا ماكو عندي محاضرة بس حكي، ماكو محاضرة ما بيها مثالين ثلاثة جاي أشرح لكم إياها إذا الأمثلة قصار، وإذا الأمثلة أطوال. يعني احيانا المثال اخلي به فروع ثلاثه، ترى هذا يعني معناه 3 أسئلة هو. فالغايه من المناقشه هو كثره حل الامثله حتى تفهموها. بقى انتم من خلال قراءتكم جاي تشوفون اكو امثله ما تعرفون تحلوها، لا بس، بس هنا انتم كصف اتفقوا تجمعوا، خلوا مجموعه اسئله، يعني مو كل واحد يقول لي انا عندي مجموعه اسئله، لانه انا ما اقدر احل كل الاسئله اللي يردوها كل الطلاب. انتم اتفقوا، ربما اكو اسئله عندكم مشتركه، زين، واختاروا من بيناتهم الاسئله المهمه اللي تقتنعون انه هاي لازم تنحل، دزوا لي اياها. انا بالمناقشه، محاضره مناقشه، انا مستعد اخذ ساعتين كامله، هي ساعتين المفروض ساعه ونص، انا مستعد اخذ ساعتين كامله للمناقشه بالميت، اشرح لكم الامثله اللي ما تعرفوها انتم، التمارين اللي ما تعرفوها، بس يعني من اشرح لكم تمارين ما تعرفوها مثل ما هسه شرحت اليوم، كل اللي قدرت اسويه شرحت لكم مثالين. زين، فاذا انتم كل واحد منكم عنده 4-5 امثله، معناه اذا ابقى نهايه السنه انا ما راح اقدر اكمل. دزولي المهم من عندهن انا اشوفه، ربما اكو اشياء ما مطلوبه من عندكم راح اقول لكم هذا ما مطلوب لا تركزون عليه، والاشياء المهمه المطلوبه راح اشرح لكم اياها بالميت، ونتفق ان يوم مناقشه ما عندي مشكله بهذا الموضوع، بس انتم اتفقوا على الاسئله، لا كل واحد يقول لي انا عندي اسئلتي. دكتور راح احاكي الطلاب واشوف الاسئله، تمام، وانا ببالي انه اسئله بها افكار بسيطه بس تفتح اعمق افكار. جاي اقول لك انا ما عندي مشكله احمد، جاي اقول لك انا ما عندي مشكله، بس خلي يكون الشغل منطقي، يعني انتم من تنطوني 3-4 أسئلة اقدر اسوي لكم بها يوم مناقشه واشرح لكم اياها، لكن من اجي اقول اليوم مناقشه وكل طالب يقول لي انا عندي هاي 3-4 أسئلة استاذ حل اياها، يعني هاي الشغله ما ممكنه. فانتم كشعبه اتفقوا بيناتكم، ما اعرف شلون تتفقون، من خلال تواجدكم بالكليه، من خلال علاقاتكم، من خلال وسائل التواصل، تجمعون الاسئله عند واحد، بس اريد بالنتيجه توصل لي مجموع اسئله مو اكثر من 3-4 أسئلة
حتى أقدر خلال المناقشة أحل لكم إياها، لأنه إذا زادت ما راح أقدر أحلها وما راح أقدر أخذ أكثر من محاضرة واحدة للمناقشة. دكتور إن شاء الله. نعم إن شاء الله تكون. ما أسمعك شنو؟ إن شاء الله تكون. نعم أقول لك دكتور إن شاء الله تكون أربع أفكار لا أكثر. أي ماشي مو جاي أقول لك أنا ما عندي مشكلة، أنتوا بتفقوا بياناتكم وأنا ما عندي مشكلة. منو هذا السؤال الرابع من طيني يستخدمه متان أو الصلاة، فشان أستخدم الواجبات اللي تفتد الاستخناس شنو معناه؟ الصلابة؟ بواني دلتا يساوي بي ال على اي اي هاي يسموها الاستخناس. بالاحرى هاي يسموها الفلكسبيليتي، يعني الاستخناس اللي هي اي اي اوفر ال، هاي يسموها الاستخناس. فهذا اكو كتب حديثة تستخدم هذا الاسلوب، لانه هذا الاسلوب يستخدموه بعدين بالمراحل المتقدمة والدراسات العليا بطريقة يسموها طريقة التحليل بالفاينايت إليمنت، فيستخدم هذا يقول لك علاقة الدلتا مع القوة هي يساوي الفلكسبيليتي في القوة، أو القوة يساوي الاستفنس في الدلتا. هذا هو المفهوم. فكلمة استفنس هي هاي اي اي على ال. دكتور نعم على تساوي، يعني مثلا يوم شون ما سمعت أسئلة. نعم حلول العفو ما تقدر انه اكو انه الدلتا مثلا للبرونز تساوي الدلتا للستين. باوعني شويه هذا الموضوع انتبه عليه. انا حكيت لكم على موضوع الستاتيكالي انديترمينت، قلت لكم بالستاتيكالي indeterminate راح نحتاج معادلات التوازن إضافة إلى معادلة أو معادلات أكثر من واحدة من الكومباتيبلتي. وقلت لكم معادلات التوازن ثابتة بدون تغيير اللي هي summation fx يساوي صفر، summation fy يساوي صفر، summation moment يساوي صفر. لكن معادلات الكومباتيبلتي كل واحدة حسب طبيعة السؤال. ليش؟ لأنه موضوع الكومباتيبلتي معناه شروط الإزاحات، شروط الديسبليسمنت. زين، فإذا أنت عندك مثلا فد منصة قاعدة على مجموعة أعمدة متناظرة، ما طولها متناظرة بسبب التناظر، إذن المنصة حركتها فقط متوازية، راح تنزل موازي إلى هذا، تصعد موازي إلى وضعها الأول. ليش؟ لأن إذا انعوجت، إذا صارت مائلة انفقد التوازن، انفقد التناظر. إذن بسبب التناظر راح تكون الحركة مالتها دائما متوازية،
متوازية، يعني دلتا واحد يساوي دلتا اثنين يساوي دلتا ثلاثة. نعم متناظرة. دلتا عيال إلها أقسمها مثلا على البعد ويساوي دلتا للثاني، مثلا الكيبل الثاني هم أقسمها على بعد. يعني أحمد هذا إذا ما تنطيني السؤال ما أقدر أجاوبك، لأنه ما هيش حد شيء ما أفتهمه. نزل السؤال وأنا أشرح لك على السؤال، بس هيش مجرد حد شيء ما أقدر، يعني ما أقدر أتصوره ما أفهمه. خلصنا لو بعد؟